بعد أن تكلم الله تعالى عن بعض الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة، فقال: وأتم الحج والعمرة لله. بدأ الله الآية التي بعدها بقوله: الحج أشهر معلومات. وهذا معناه أن الحج له زمان معين يؤدى فيه، أما العمرة فلا زمان معين له، إنما العمرة تؤدى في أي وقت على مدار العام كله، أما الحج فله زمان معين لا يؤدى إلا فيه. وكانت فريضة الحج بذلك مثلها كمثل غيرها من الفرائض التي فرضها الله على عباده وحدد لها أوقاتا محددة ومعينة، كفريضة الصلاة مثلا التي قال الله عنها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها زمان محدد، فلا يجوز لنا أن نؤدي صلاة العصر قبل وقتها ولا صلاة المغرب قبل وقتها، إنما كل صلاة تؤدى في الوقت الذي حدده الله تعالى. وفريضة الصيام لها زمان محدد وهو شهر رمضان، لا تؤدى هذه الفريضة في غير هذا الزمان الذي حدده الله. كذلك فريضة الحج لها أشهر معلومات لا تؤدى إلا في هذا الزمان الذي أشار الله إليه. هذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من شهر ذي الحجة، وبعض العلماء يدخل شهر ذي الحجة كاملاً في هذه الأشهر المعلومات. وهذا معناه أن الإنسان إذا أراد أن يحرم بالحج لا يجوز له أن يحرم إلا في هذه الأشهر التي حددها الله عز وجل، فيجوز له أن يبدأ إحرامه مثلا من أول شهر شوال ويظل على إحرامه هذا حتى تأتي الأيام التي تؤدى فيها أعمال الحج، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة والعاشر والثلاثة أيام التشريق التي بعد يوم النحر. ويجوز له أن يبدأ إحرامه من اليوم الثامن من ذي الحجة، فهذا هو الزمان الذي حدده الله لأداء هذه الفريضة، وهذا يسمى بالميقات الزماني، أي الميقات الذي يتعلق بالزمان. لكن هناك ميقات مكاني، وهو الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نتجاوز هذا الموضع إلا إذا نوينا الحج وخلعنا الملابس المخيطة ولبسنا ملابس الإحرام. فبيت الله الحرام تحيط به البلاد من كل جانب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لأهل كل جهة من الجهات من البلاد التي تأتي لهذا البيت، حدد لهم موضعاً لا يتجاوزوه إلا إذا أحرم. فإذا تجاوز الحاج هذا الموضع دون أن يحرم بالحج يكون بذلك قد ترك واجباً من واجبات الحج، وفي هذه الحالة يجب عليه دم من أجل أن يجبر هذا الخلل الذي وقع فيه.